كهربا عنده قصتين طبعا، قصه العقد ومش العقد والتفاصيل والحواديت والقصص والتزوير ومش التزوير، وكابتن مجدي عبد الغني طلع قال التوثيق سليم لانه كان في اتحاد الكره وقت التوثيق، عمرو الجنايني نفى، وليد العطار نفى ان هي حصلت وقت عمرو الجنايني، لكن اللي حصل كان قبل في عهد المهندس هاني ابو ريده، وكان الكابتن مجدي عبد الغني هو عضو مجلس اداره وماسك شؤون اللاعبين حاجه كده يعني، وقال لك لا ده العقد موثق، والقصه مش في توثيق العقد في ميعاده ولا لا، القصه انه كهربا بيتهم الزمالك واتحاد الكوره بتزوير موعد توثيق العقد، انه هو لما وقع على هذا العقد او بصم عليه كان في تاريخ يسبق بكتير انا مش هنزل صوره عقد دلوقتي يا جماعه، يسبق بكتير، بس انا معايا صوره العقد بس انا مستني القصه كده، بيسبق بكتير ميعاد توثيقه، وان المستحقات اللي اخدها لا علاقة لها بالبنود اللي جت في العقد، وان التوثيق ده تم لما هو قرر انه يمشي ويفسخ العقد. ده اللي بيقوله كهربا، كابتن مجدي بيتكلم في موضوع وكهربا بيتكلم ايه؟ في موضوع تاني خالص عشان نبقى عارفين يعني. لكن خلينا نتكلم على الحاضر بتاع كهربا، ده كان الماضي بتاع كهربا، والخناقة على 2 مليون دولار بينه وبين الزمالك، في خناقة معنوية؟ مين اللي هيكسب الماتش؟ الأهلي ولا الزمالك؟ ما القصة دي كلها مين اللي عاملها؟ الأهلي. ردا على إيه؟ عشان بس إحنا عايزين نتذكر الأحداث، ردا على قصة الزمالك مع عبد الله السعيد. فالأهلي رد بكهربا. عشان نبقى عارفين بس الأحداث كانت وقتها ماشية إزاي. فهي قصة أهلي وزمالك. مين اللي هيكسب الماتش ده؟ ال 2 مليون دولار اللي الزمالك أخذ بيهم حكم مبدئي من الفيفا. فالمحامين اشتغلوا على قصه تزوير العقد، فلما يحصل الحكم النهائي بقى هل هيكسب الماتش الاهلي؟ لو ثبت كلام كهربا سليم يبقى الاهلي كسب الماتش، لو ثبت ان كلام كهربا مش سليم يبقى الزمالك كسب ايه هذه الجوله. خلينا نتفرج ونشوف. طب تعالى نتكلم على ايه؟ عن حاضر كهربا. حاضر كهربا على فكره حاله ندم في النادي الاهلي على المستوى اللي ظاهر بيه الناحيه الشمال، لدرجه ان انت بتضطر تلعب دلوقتي بطاهر محمد طاهر يمين او شمال وتستخدمه، رغم انه هو كان موجود رقم ثلاثه في تشكيله الاهلي في وقت من الاوقات، كان في جونيور اجاييه وكان في محمود كهربا ثم طاهر محمد طاهر، قعد موسيماني يقص 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 عشان يجيب مكسيوني. مكسيوني ده تحس كده عارف انت لما تبقى قاعد في حالك كده في امانه الله فربنا يبتليك بحاجه، فتحس ان ربنا ابتلى الاهلي بحاجه في اللعيب ده. انا مش عايز اكون ظالمه برضه، ممكن اللعيب ده يكون عنده كتير لان احنا شفناه في بعض المباريات كويس مع الفرقه بتاعته السابقه، لكن هذا الموزمبيقي يعني، لكن اداؤه مع النادي الاهلي محير جدا جدا، زقلط كده يقعد يجري لكن مفيش انتاج ومش مؤثر. لعيب الجناح ده شمال او يمين لازم يكون هو اساسا دلوقتي في الكره الحديثه هو محور اللعب، زي محمد صلاح كده بدي لكم كمثال لان كلنا حافظين لعب صلاح يعني، زي محمد زي شيكابالا في الزمالك، زي زيزو، ما كل دي امثله يعني، زي حسين الشحات في عزه مش دلوقتي، مش كده؟ فمكسيوني انت ما بتبقاش عارف هو حد صغنن كده بينزل الملعب يقعد يتنطط ويفط قدامك لكن انت مش شايف له اي انتاج، لا شايف له شوطه عدله ولا شايف له تمريره عدله ولا شايف له قطعه عدله ولا شايفه بيرجع يرد ويستلم ويسلم ولا شايفه بيرفع رفعه عدله ولا شايفه بيقطع كده من 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 الجنب على جوه ويشوط في البعيده، ما بنشوفش الكلام ده خالص الحقيقه. فانت بتتكلم في ايه؟ هل مكسيوني ده هو اللعيب اللي الاهلي قص جونيور اجاييه لدرجه ان الاهلي عمل ايه؟ بص عشان تشوف تكلفه مكسيوني على النادي الاهلي، مكسيوني ده جاي الاهلي بكام؟ انا مش فاكر 900,000 دولار تقريبا من سيمبا التنزاني. طب انت بتتكلم في 900,000 دولار خلاص، الاهلي دافع 900,000، مرتبه كام؟ بيخش له في كام تقريبا كده في السنه؟ يعني 600,000 دولار مش اقل من كده يعني. احنا بنتكلم على السنه دي اللي مكسيوني جه فيها، فانت بتتكلم 900 زائد 670 داخل في 1.5 مليون دولار. جونيور اجاييه اللي انت حطيته بسبب مكسيوني على قائمه الانتظار خد كام؟ في الست شهور اللي قعدهم على قائمه الانتظار من غير انتاج، ده راجل قاعد في البيت، ده وصل ل 900,000 دولار، 950,000 دولار جونيور اجاييه عشان يمشي.
كان عقده لمده سنه، ده عشان يمشي من غير ما يروح الفيفا يطلب لغايه نهايه عقده، خد بالك. فانت اتكلفت 900 لسمب غير مرتب الراجل المكسيوني، داخل في 600 700، ادي 1.5 مليون زائد تكلفه جونيور اجايه، خد بالك. ومشيت كهربا عشان ايه بقى؟ هو ده حيله، عارف الحيله؟ يقول لك ده انت حيله، حيله ابوك يعني. فالحقيقه مكسيوني عايز اقول لكم، انا متهيألي يعني من لجنه التخطيط من ضمن الاسباب اللي غيظها في موسيماني في قصه التجديد، الواد ده ما من التكلفه اللي عدت 2.5 مليون دولار دي ليه؟ على حساب مين؟ مين هيحاسب على المشاريب دي؟ عشان كده بدا الاهلي يفكر تاني انه يرجع كهربا. قال لك النادي بتاعه اللي هو اسمه ايه، النادي التركي بتاع كهربا، هتاي سبور ده، قال لك النادي التركي بتاع كهربا عنده بند في العقد يتيح ليه انه يشتري نهائي. قال لك ان هو هيتكلمه، حتى عايز تشتريه مش عايز تشتريه لو سمحت رجعه لنا بعد 6 شهور. رغم ان طلع وكيل كهربا قال انه ما كانش مرتاح في الفتره اللي فاتت والاخيره، فجابوا بقى موسيمين قالوا له بنقول لك ايه، ما تشتغلناش. انا متصور ان موسيماني هيحاول بقدر الامكان يدي المكسيوني علشان خاطر ما يكسفوش خلال الفتره الجايه، خد بالك، هيحاول بقدر الامكان. لكن هل مكسيوني ده بادائه اللي احنا شايفينه ده هيقدر يظهر بمستوى جيد ويحتل الجبهه اليسرى للنادي الاهلي؟ انا ما اعتقد، باللي انا شايفه انا ما اعتقدش خالص الحقيقه يعني.